السلام عليكم. وعليكم السلام شيخ. انا فاضل. تفضلي تفضل. ليه عندك سؤال يا شيخ؟ اسأل حضرتك. احنا انا كنت بذبح كل سنه، فجت السنه دي معايا العمليات عصرت شويه، فعرضت عليا اختي وامي ان هم يخشوا معايا، فانا خدت منهم مبلغ وجبنا كبشين، فاكتشفت بعد كده ان ما ينفعش حد يخش معايا في الكبش وكده، فالحاجه دي انا اشتريتها، ايه حكمها دلوقتي؟ خلاص ضحي بيها. بس عفوا، يعني اختك متزوجه؟ متزوجه. و يعني ممكن تأخذ منهن مالا على سبيل القرض لك، وتكون أنت وأهل بيتك في ذبيحة واحدة، وهما إن استطعتا أن يقرضاك مبلغا حتى يكون عن كل واحد وأهل بيته كبش فحسن. لكن أمك عايشة معك في البيت؟ لا في بيت لوحدها يا شيخ. والله أنا أنصحك أن يعني تجعل طبعا الأضحية ليست واجبة ابتداء، الأضحية مستحبة وليست واجبة ابتداء. فهمت كلامي؟ فهمت كلامك يا شيخ. الله يسلمك. فهل طبعا لو هم اتذبحوا ما يتحسبوش ضحية، يتحسبوا صدقة ولا؟ لا يتحسبوا ضحية إن شاء الله، يتحسبوا ضحية إن شاء الله. ضحية إن شاء الله. إن شاء الله، لكن النبي ضحى بكبش عن من لم يضحي من أمته. حتى لو انا ما اكملتش الفلوس. بس عفوا، ليست الاجور بمتحده. الاجر اذا ذبحت ذبيحتك لك اجرك، لكن الاجور ليست بمتحده. فارق بين من يذبح الذبيحه مستقله له ولا لبيته، وبين من يشترك مع قرينه في اضحيه واحده، هي لا تجزي عن الرجل واهل بيته. لكن